هادشي اللي ضاع اليوم خسائر كبيره، فيها البلاستيك، فيها 2000 ديال البلاستيك كيدير 50 درهم، وفيها العود وفيها البلاطو. تقريبا ديال النسبه ديال الضرر اللي كاين. الضرر كبير عندهم، مشات لي ب 2000 ديال البلاستيك. 2000 صندوق ديال البلاستيك والعود 1000. شي 1000؟ راه شي 3000 كلشي. هما 3000 كلشي. ما كاينش اضرار جات. كاينه الاضرار، راه جايه لواحد 20 مليون في هادشي. 20 مليون؟ والاسباب ما عرفوش؟ لا ما عرفناش الاسباب، جينا ما عرفناش الاسباب. اجي شو وصلت شو العافيه؟ لقينا العافيه وبداو الناس كيهزوا وكيلوحوا. جاو البلديه دغيا والناس تعاونت وصافي هادشي اللي قاموا بالمهمه ديالهم. جعفر الصبان مدير سوق الجمعه خضر فوكي بالدار البيضاء. في 28 دقيقه يعني تخبرنا بواحد الحريق اللي شب في جناح سعود، بالضبط في المكازات سعود 8 اللي متخصصه في الكراء ديال الصناديق الفارغه. يطرى هذا الحريق، هذا دخلت الفرق ديال التدخل التابعه لسوق الجمله محاوله اخفاض الاخماد الحريق، واتصلوا مباشره برجال الوقايه المدنيه والمطافئ اللي دخلوا تما في ظرف 5 دقائق، والحمد لله كان تدخل ناجح، تم اطفاء الحريق بكامله في ظرف 10 دقائق. ما كاينش الحمد لله خسائر بشريه، كاين خسائر في بعض الصناديق الحمد لله. الامور يوم ممكن ان المهم الامن راه دابا فاتح تحقيق باش يعرف ظروف ملابسه هذا الحادث. ممكن ان تكون تماس كهربائي، اللي ممكن يعني يكون تماس كهربائي اللي يكون داروا واحد الشخص، حنا كان البحث جاري عليه.